25 جويلية 1957 النهار اللي بدلت فيه تونس من النظام الملكي للنظام الجمهوري. 25 جويلية 2013 النهار اللي تقتل فيه وتغدر الشهيد الصائم محمد البراهمي قدام دمه. بعد بست سنين في 25 جويلية 2019 مات الرئيس البيجي قايد السبسي وتقدمت الانتخابات. وتو في 25 جويلية 2021 برشا ناس في السوشيال ميديا قاعدة تعيط وتشجع في بعضها باش تهبط قدام البرلمان وتطالب بإسقاط النظام. 25 جويلية ما عادش نهار احتفال بعيد الجمهورية كهو، أما ولا نهار فيه رمزية كبيرة بالتقلبات السياسية في تونس. قبل ما نخلط نهار لحد إيجا خلينا نحكيه على عيد الجمهورية وشنية الرمزية متاعه وشنية تعني الجمهورية أصلا. وعلى ذلك برا جيب شربك وإيجا إركش خلي نفرك الرمان. في العالم فما برشا أنظمة حكم، منهم النظام الملكي والنظام الجمهوري. لول نجم نقولوا عليه واحد من أقدم أنظمة الحكم في العالم. لول اسمه على جسمه، فما ملك قاعد يحكم بحكامه ويفصل ويخيط وحده، ونهار اللي يموت يجي واحد من العائلة يحكم بعده. باباي أنا عايشين 60 سنة في نظام ملكي ومانيش فايقين مان. هدي استنى غادي يا ولدي خلي نكمل نفسر لك وبعد نكمل نحكي. النظام الجمهوري وإلا الريبوبليك كيف ما نقوله ترجع أصلها الكلمة اللاتينية واللي هي مقسومة الري اللي تعني الشيء والبوبليك اللي تعني العام واللي تعطينا الشيء العام، معناها الطريقة اللي نجموا من خلالها مواطنين يشاركوا في الحكم وحكام البلاد يبداوا منتخبين من عند الشعب وبطبيعة عندهم قوانين ودستور يحترموهم وهم على أساس موظفين في الدولة يخدموا في البرامج اللي صوتوا لهم عليها. زدت أكدت لي اللي نحنا كنا عايشين في قلب الملكية. كي بالله ما كنت عارف كل شيء في تونس ممكن على أساس مثلاً كعنا قانون يحترموا فيه ولا كيقولوا برامج يخدموا عليهم دي ما هو كعور ودزل العور. وكيف كيف الجمهورية هنا نحنا كل جمهورية والبيق عيادات وحمارات. هاو قلك زيادة كوريا شمالية جمهورية إيش قولك ترى؟ المهم الثورة كانت فرصة باش نعمل جمهورية صحيحة والناس تعطي رأيها وتشارك في العمل السياسي وجوهبي. الجمهورية تقوم أساساً على الفصل بين السلطات. خلينا نتفقوا ونتفهموا إنه فما ثلاثة سلطات كلاسيكية اللي حكي عليهم المرحوم مونتسكيو في كتابه روح القوانين، واللي هما السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. كل سلطة منهم تخدم على روحها من غير ما الأخرى تتدخل فيها، مش كيف في بلاد من غير ما نسمي اسمها. أما أنتم ما تعرفوها اللي القاضي يمشي يخدم في ديوان لوزي وبعد يرجع للقضاء وبعد يمشي لديوان آخر وفي الأخر يولي وزي. والمشكل في الأخر يرجع قاضي كأنه لكن ولا صار. كي تقدمنا في الديمقراطية وتطورنا وليت عنا سلطة رابعة اللي هو الإعلام اللي يحب يحقق المصلحة العامة وينور الناس، اللي في أوقات معينة الإعلام ولا بروباغندا كذا. تفكروا في الحرب العالمية مع هتلر اللي عمل له وزارة اسمها وزارة الدعاية. إما في بلادنا 60 سنة السلطة الكل كيف كيف، كالسلطة الأولى كالثانية كالثالثة كالرابعة. بعد الثورة طلعوا ديزاكتور جدد اللي فيهم جمعيات ومنظمات وغيرهم واللي هما المجتمع المدني اللي يتسميه السلطة الخامسة. والمفروض في النظام الجمهوري إنه عندك سلطات كلاسيكية تخدم تقوم بدورها وسلطات أخرى تستنى فيها في الدور. يعني البرلمان والحكومة وقصر كرتاج والقضاء يخدم على رواحهم والمجتمع المدني والإعلام يستناو لهم في أي غلطة باش يعطيو الحقيقة للناس. سامحوني فما سلطة فكرة وسط السلطات الثلاثة الكلاسيكية اللي حكينا عليهم واللي هي القضاء نورمالمون زادت تستنى جماعة في الدورة باش تحاسبهم بالقانون. في تونس السلطة ذيك بينها ضاربة القانون على الحيط وهو باش نفسر لكم كيفاش. تتفكروا أكيد التقرير نتاع تفقدية وزارة العدل اللي خرج وحكيه وقالوا إنه فما زوز قضاة متسترين على جرائم إرهاب وفساد مالي. اي نعم ما تتفاجعوش وما تتفاجئوش، القضاة هذوما بيدهم اللي يمثلوا العدل اللي هو أساس العمران متسترين على حكاية هذوما وأكثر من هذا قابضين فلوس. الله يرحمك يا زهير الحيوي على سؤالك، هل تونس جمهورية أم مملكة أم حديقة حيوانات أم سجن؟ وما بين خصائص النظام الجمهوري إنه الأمن والدفاع يكونوا جمهوري. شو معناه؟ معناه يكونوا أجهزة يحترموا حقوق الإنسان ويخدموا بحرفية، مش يستغلوا نفوذهم والسلطة متاعهم باش يتعداو على الناس وقيد عليه الدولة تحتكر العنف الشرعي. ريتو كي نتكربصوا نرجعوا في التاريخ نقاو إنه تونس عندها تجربة راهية اللي هي مع الجمهورية وقت حكم كارتاج 280 قبل الميلاد. تتفكروا حكاية كارتاج وحنبال اللي قريب لحتر روما وحصرها على فيوله وهو ينقز للقلب؟ قد هيلو مجا الشيوخ ما بعثلوش جنود وتقدت له خسرت الحرب البوليقية الثانية. وبعدها قعدنا فندام في الظلام وتردحوا علينا الملوك والبيت حتى هيكش اللي خذينا الاستقلال نتاعنا من فرنسا. مهم برشا اني نفكركم وانه من 1881 حتى هيكش 1956 تونس كانت مستعمرة والنظام وقتها كان ملكي. وقتها كان فما باي يحكم اما هو ما هوش يحكم. اسألني عليش على خاطر وقتها الفرنسيس يحكموا بحكامهم واللي يقولوه يمشي. الله يرحمك يا بابا المنصف باي. بعد ما تونس خذيت الاستقلال الداخلي
نتاعها في 3 جوان 1955، الحبيب بورقيبه بدا يقوي في النفوذ نتاعو ويخدم شي زازا على البيت. وفي 23 جويلية 1957 لم بورقيبه الديوان السياسي نتاع الحزب نتاعو باش يتفاهموا على اعلان الجمهوريه نهار 25. كل شيء كان مخدوم ومبرمج، وقصر باردو اللي كانوا ملمومين فيه تنظف وتزين بالاعلام، والعباد جات من كل بلاصه. الاعلام التونسي والاجنبي يحكي على الجلسه التاريخيه ذي، وتحطت ماتريال نتاع راديو في قاعه العرج باش العباد الكل تسمع شنو يتقال في الجلسه. نقولوا نحنا مثلا حلين لايف وقتها، وزادوا جاوا دبلوماسيين باش يحضروا في الجلسه هي. صار نقاش طويل وخطابات، وكل واحد يعطي في رايه عن نظام الجمهوري. وفي اخر العشيه مع 6 غدر جيل تقرا الحاضرين نص الغاء الملكيه واعلان الجمهوريه. ومع 6 بالضبط وافقت الناس الكل وتبدل نظام حكم تونس قرون وولات تونس جمهوريه. عام 57 كانت عملت الجمهوريه، الناس في بالها وانه البلاد ماشيه المخير وماشيه وتتقدم. 64 سنين قدام العباد تشجع في بعضها باش تهبط الظهر وتحتاج على سيستم خرب البلاد، سيستم تاع فساد وتكامبين ومصالح شخصيه، وكل واحد يدز روحه ويضرب اللي قدامه. هذه كانت حلقتنا لليوم اللي حكينا فيها على الجمهوريه وشنو هي تعني. كان عجبتكم الحلقه ما تنساوش باش تعملوا سبسكرايب كومونتير، بارتاجيو مع اصحابكم وتحطوا جيم، وها انستغرام تاعي انستغرام تاع نهويد، وانا اشوفكم في الحلقه الجايه. باي باي.